بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا اولاد تدريبات على وحدات قياس الكتلة. خدنا المرة اللي فاتت حلقة وحدات القياس وعرفنا الطن والكيلو جرام والجرام والعلاقة بينهم. النهارده حلقة تدريبات متنوعة مهمة ومفيدة بإذن الله. يلا أول سؤال بيقول لي أكمل ما يلي: 3 كيلو جرام فيها كام جرام؟ التلاتة هنا مع الوحدة الكبيرة، بدل من وحدة كبيرة لصغيرة نضرب في كام؟ نضرب في 1000، علشان الكيلو جرام 1000 جرام، تبقى الإجابة 3000. طب بص هنا، شايف العدد ده؟ شايفه، مع الجرام الوحدة الصغيرة، بدل العدد مع الوحدة الصغيرة يبقى أنت بتحول من صغير لكبير، يبقى نقسم 4000 على 1000 أو نخبي 3 أصفار تبقى الإجابة 4. طيب العدد ده الألف مع الوحدة الصغيرة، يبقى يا إما نقسم على 1000 يا نخبي 3 أصفار تبقى الإجابة 1. طيب العدد ده 61000 مع وحدة مين؟ جرام، والجرام صغير، يبقى بنحول من صغير لكبير، يبقى نقسم على 1000 أو نخبي 3 أصفار ونكتب المتبقي اللي بعده. ال 15 مع الكيلو يعني مع الوحدة الكبرى، يبقى نضرب في 1000 تبقى 15000 أو تزيد 3 أصفار اللي بعده. هنا كام كيلو؟ يساوي 70000 جرام. العدد ده اللي هو 70000 مع أنهي وحدة؟ مع الوحدة الصغيرة. طالما مع الوحدة الصغيرة يبقى نقسم على 1000 أو نخبي 3 أصفار يبقى المتبقي 70. المستر حامد حل الجنب اليمين، وهسيب لك أنت الجنب الشمال تحله علشان تأكد المعلومات. يلا نيجي لسؤال تاني. عدد قدامنا أهو 2456 بالجرام، والراجل عايز يجزأه جزئين، جزء بالكيلو وجزء بالجرام. نسأل نفسنا، هو الكيلو جرام كام جرام؟ الكيلو جرام 1000 جرام. يبقى نعد 1 2 3 فاصل، مين اللي إجا بعد الفاصل؟ الاتنين، اللي تنطق 2000 وتتجمد ب2 تروح للوحدة الكبيرة اللي هي كيلو جرام. طب وباقي العدد يروح للوحدة الصغيرة اللي بعده. نقرا العدد 4535 بالجرام. طب عايزين يجزأه، ناخد اللي اتنطقت 4000 تبقى 4 في الكيلو، وبقيه العدد يروح للوحده الصغيره اومو جرامات. اللي بعدها 1 2 3 فاصل، دي تنطق 5000 تتجمد ب5 كيلو، وبقيه العدد يروح للجرامات الصغيره. هنا اللي بعد الالاف كام؟ 10، 10000، يبقى تتجمد ب10 كيلو، والاثنين تتكتب في الجرام. سامع ولد بيقول والصفرين؟ قلت له الصفرين دول على الشمال، مش عايز احطهم عشان مش هيبقى لهم قيمه. السؤال اللي بعده عكس السؤال اللي فات. هنا العدد كوكتيل كيلو جرام وجرام، والراجل عايزها بالجرامات، يبقى مين في العددين دول اللي حلو؟ يا ترى ده حلو ولا ده اللي حلو؟ لا طبعا ده اللي حلو. طب اشمعنى؟ لان تمييزه شبه تمييز السؤال، يبقى مين اللي لازم يغير جلده ويغير لونه؟ الاولاني. 6 كيلو جرام تبقى 6000، ونضمها على ال 825، يبقى عقليا 6825. قعدت دول على الكراسي الفاضيه. طيب دي بالكيلو ودي بالجرام وعايزينها بالجرام، يبقى ده حلو وامور، والواحد كيلو جرام وحش، يتحول الكيلو جرام يبقى 1000 ونضم عليه ال10، تبقى الاجابه كام؟ تبقى الاجابه 1010. اللي بعده دي كيلو جرام ودي جرام وعايزينها بالجرام، نحول ال 35 تبقى 35000 ونضم عليها ال 86. طب نقعد نجمع تاتا تاتا؟ لا، نكتب ال 35 وبدل الثلاث اصفار حط 3 نقط فاضيه، وقعد الضيوف اللي هم 86 وتقل على دي. شفت السؤال سهل وجميل ازاي؟ يلا نيجي لسؤال ثاني، نفس السؤال بس معكوس. كان هنا بيسيبك تحل شمال، المرة دي عايز نحل يمين. هي دي بالكيلو ودي بالجرام، يبقى دي جميلة وأمورة، ونحول ال 17 كيلو تبقى 17000. طب عايز أضم عليها الثمانية، يبقى 17008، الثمانية تقعد على الكرسي الأولاني. السؤال اللي بعده، ضع علامة أكبر من وأصغر من أو يساوي، ده بالكيلو وده بالجرام، لازم ايه؟ يبقوا من نفس النوع. الأربعة كيلو دي وحدة كبرى، الجرام وحدة صغرى، نسيب الوحدة الصغيرة ونحول الوحدة الكبيرة، تبقى الأربعة كيلو 4000 جرام. طب ما دي 4000 يبقى يساوي. طب النقطة الثانية، ها دي كيلو ودي جرام، نحول الواحد كيلو يبقى 1000 جرام، 1000 جرام. طب ما الثانية 500، يبقى دي الأكبر،
نمرة اهي كوكتيل على ايد اليمين كيلو جرام وجرام، لكن هنا جرام، نسيب الوحدة المفردة، اللي معاها وحدة سيبها، طب واللي معاها وحدتين حولها، السبعة كيلو 7000، شوف المستر كتبها ازاي. طب والاربعين خنتين يقعدوا فين؟ على الاحاد والعشرات ونتقل. طب دي اللي تكسب ولا دي؟ طبعا دي 7400، دي 7040. هنا وحدة واحدة، لكن هنا وحدتين، التسعة كيلو تبقى 9000، شوف المستر عملها ازاي؟ طب والمية يقعدوا على الكراسي دي، تبقى 9100، وهنا زيها يبقى يساوي. سؤال آخر، رتب ترتيبا تصاعديا. أقوله علشان نرتب لازم نعمل إيه يا أولاد؟ علشان نرتب لازم يكونوا من نفس النوع، كيلو جرام ودي جرام، كيلو جرام ودي جرام. طب نعمل ايه؟ نسيب الوحدة الصغيرة. مين الوحدة الصغيرة؟ الجرام، سيبها زي ما هي، بس لما تسيبها سيبها في دورها وطابورها، ودي نسيبها زي ما هي، ونحول الوحدات الكبيرة اللي معاها كيلو جرام 8 كيلو تبقى 8000، وال 15 كيلو تبقى 15000. سامع ولد بيقول مستر انت مش كاتب التمييز ليه؟ اقول له لان كله بقى من نوع واحد، كله بقى بالجرام. طيب ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، 8000 7000 15000 12000، مين الصغير؟ ال 7000، يبقى نطلع عليها ونقول نمبر 1. طب الثاني ال 8000 نمبر 2، طب الثالث ال 12000 نمبر 3، طب الرابع ال 15000. كده المستر عمل ايه؟ المستر رقم. طب عايز ارتب لازم تبين لي البدايه، انت بادئ يمين ولا شمال؟ المستر كتب الترتيب وعمل سهم، يبقى بادئ يمين. طب انقل الصف ده يا مستر ولا الصف ده؟ خلي بالك النقطه دي مهمه، اقول لك الصف اللي فوق ده الاصلي، طب الصف اللي تحت مين؟ المزيف، مش الراجل ما جابوش، الراجل جاب لي اللي فوق وسالني على اللي فوق، يبقى انا لما انقل الاصلي وليس المزيف، خلي بالك من النقطه دي. فين نمبر 1 اللي فوق اهو؟ يبقى ننقله بتمييزه 7250 بالجرام. فين نمبر 2؟ ال 8 بالكيلو جرام. نمبر 3 ال 12000 بالجرام. نمبر 4 ال 15 بالكيلو جرام. لو لاحظت تلاقي مستر حامد ناقل مين؟ ناقل السطر الاصلي. اشمعنى الاصلي؟ لان ده اللي الراجل سالني عليه، لكن التاني ده انا اللي عامله، مش ده اللي اتسالت فيه. يلا سؤال تاني، اختر الاجابه الصحيحه. 3 كيلو جرام تبقى كام جرام؟ اقول له المفرد الكيلو ب 1000، يبقى 3 3000، ضربنا في 1000 او زودنا 3 اصفار. للتحويل من الجرام الى كيلو، يعني ايه؟ من صغير لكبير، من صغير لكبير نعمل ايه؟ نقسم. طب الكيلو جرام اصلا 1000 جرام، يبقى الاجابه نقسم على 1000، نقسم اول من صغير لكبير. اللي بعده دي بالجرام وعايز يجزئها، اقول له سهله 1 2 3 فاصل، ال 8000 دي تتجمد ب 8 وتروح للكيلو، وال 200 تروح للجرام، يبقى الاجابه كام؟ الاجابه 8 في الكيلو جرام و200 في الجرام، وكتبتها واختار. مين في العباره دي؟ بيشرح العلاقه بين وحدات قياس الكتله. المتر 100 سم ملوش علاقه بالكتله، السنتي ما يعرفش يساوي 100 متر، ده لا ده دي الاطوال. هنا اهو الكيلو جرام يساوي 1000 جرام، والجرام يساوي 1000 جرام، دي كتلة ودي كتلة، ولكن واحدة صح وواحدة غلط. مين الصح؟ الأولى. اشمعنى؟ علشان الكيلو جرام هو اللي بيساوي 1000 جرام، مش الجرام الصغير هو اللي بيساوي 1000 كيلو، يبقى دي خطأ ودي خطأ ودي خطأ. ليه دي خطأ؟ لأن دول وحدات طول، ودي وحدات طول حتى لو كانت خاطئة، ودي مكتوبة خطأ، يبقى دي الإجابة الصحيحة. إيه السليمة؟ إيه اللي فوق؟ ويلا ناخد سؤال على مسألة لفظية ونختم بيه الحلقة. بعد أقل كمية من الزبد 15 كيلو، يبقى الزبدة 15 كيلو وكمان 50 جرام، يبقى الكتلة هنا كوكتيل جمعت بين الاثنين، الكيلو جرام والجرام. عمو بيقول لي أعد كتابة الكتلة ولكن بالكيلو جرام، بالجرام آسف، يبقى هنكتب العنوان الكتلة بالجرام. نعمل إيه يا جماعة؟ نضم دولة على دولة، ولكن هنحول الأولى تبقى كام؟ 15000، ونضم معاها ال 50. طب عايز الإجابة النهائية، اكتب ال 15000 بالطريقة دي، وأقعد ال 50 في الكراسي دي، وتقل على الزيرو ده، وما تنساش تكتب كلمة جرام. اللي بعده كتلة إحدى مستعمرات النمل الأسود أهي بالجرام، الراجل عايز يعيد كتابتها بالكيلو جرام والجرام، يعني عايز مين؟ يعني عايز الكتابة بالكوكتيل يا أسامة. يبقى هنقول له إيه؟ الكتلة بتساوي، نعمل إيه؟ نعيد 1 2 3 فاصل، يبقى دي كام؟ تنطق 3000. طب
طب لو الجامدة تبقى 3 كيلو جرام، طب وبقيه العدد 493 بالجرام، يبقى السؤال ده عكس ده، هنا جامد بالجرامات، هنا فكك بالاثنين. واخر الشريحه معانا من المسائل اللفظيه، أسرة تستهلك 2500 جرام من السكر أسبوعيا، يبقى الكتلة هنا جاية إيه؟ بالجرام. مرة إيه؟ واحدة. عمو بيقول لك أعد كتابة الكتلة بالكيلو جرام والجرام، يبقى هنكتب إيه العنوان؟ الكتلة بتساوي، ونعيد الاتنين. طب نعيد الاتنين إزاي؟ نعيد 1 2 3 فاصل، دي تقرأ 2000 لكن تتجمد ب2، 2 بالكيلو جرام، تمام؟ طب وال 500؟ ال 500 بالجرام، يبقى المستر فككها جزئين. آخر مسألة، يمتلك نور قطتين، كتلة القطة الأولى 3 كيلو جرام وكتلة الثانية كذا بالجرام، طيب بيقول لي أي القطتين أثقل؟ شوف المستر هيكتب هنا مين؟ القطة الأولى، وهنا القطة الثانية، تحت الأولى 3 كيلو بس دي يا مستر بجرام، يبقى نحول ال 3 كيلو نخليهم 3000 جرام. طب والتانية نسيبها زي ما هي 2700 جرام، مين الأكتر؟ ال 3000، يبقى مين الأثقل؟ الأولى، يبقى نقول للراجل كده القى الأولى. ليه؟ لأن الكتلة هنا أكبر من هنا. وضح سبب إجابتك. إجابتي سببها واضح في التحويل، إن حولت دي طلعت 3000 جرام ودي 2700 جرام وادي القطتين الجمال. وبكده يبقى خلص درسنا اللي فيه تدريبات كتير على الكتلة، حلقة متنوعة ومهمة ومفيدة، يا رب تكون سهلة وبسيطة ومفهومة يا أولاد. ده درس من دروس الوحدة الثالثة في رياضيات الصف الرابع.